إلى فقرة دردشة أعتقد. إذا كنتن جاهزات سوف نبتعد شيئا عن السياسة، وإن كانت الأفلام تعيدنا دائما إلى السياسة كما سيفعل هذا الفيلم اللبناني، حيث تعيش فرنسا على إيقاع حدث فني عالمي من العيار الثقيل، تتجه فيه أنظار السينمائيين والنقاد إلى مهرجان كان السينمائي الشهير. وتعد الدورة 71 من هذا المهرجان تاريخية بالنسبة للسينما العربية، فمجموع الأفلام العربية المشاركة هو 6 أفلام، فيلمان منها سينافسان ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان. ويعتبر فيلم كفر ناحوم واحدا من أبرز الأفلام العربية المشاركة في مهرجان كان لهذا العام، وهو من تأليف وإخراج اللبنانية نادين لبكي، ويحكي قصة صبي صغير يقرر أن يثور على الواقع الصعب الذي يعيشه في بلده لبنان عبر رفع دعوى قضائية على والديه. نتحدث شيئا عن هذا المهرجان ربما الأكثر شهرة عبر العالم، بماذا يحيلك كلثوم الحصية في البداية؟ أود أنا أن أتحدث عن السجادة الحمراء في مهرجان كان، والتي كانت هذه السنة باهتة ولم تكن كعادتها في الدورات السابقة. ما الفرق؟ أزياء النجمات كانت باهتة ومتكررة، لكن يجب كذلك الحديث عن النجمات اللواتي خطفن الأنظار في مهرجان كان، مثل الفنانة جوليان مور التي تألقت بفستان أبهر جميع الحضور، كذلك الفنانة كريستين ستيوارت لم تلفت الأنظار كثيرا بفستانها. إذن هناك حضور لنجمات متألقات بفساتينهن، لكن هناك أيضا حضور باهت ومتكرر لأخريات، والرجال أيضا كانوا أعتقد متألقين بنوع من البساطة الراقية كما شاهدنا مارتن سكورسيزي في بداية الصور. ولا شك يعني ليس غريبا على كلثوم أن تتطرق لهذا الجانب، جانب الموضة مهتمة به. نعم، أنا من جانبي اخترت تكملة ما بدأت به حول المشاركة العربية، الأكيد فيلم لبناني كما ذكرت لنادين لبكي، هناك أيضا مشاركة مصرية في المسابقة الرسمية بفيلم يحمل عنوان يوم الدئن لمخرج أبو بكر شوقي ومخرج مصري أسترالي، وتحكي قصة الفيلم عن قبطي مصري مصاب بمرض الجذام وغادر المستشفى في رحلة بحث عبر مصر وأنحائها عن عائلتها. كذلك لا يفوتني أن أبرز هناك مشاركة سعودية رمزية هذا العام بانفتاح المملكة العربية السعودية على السينما، نعلم أنه تم افتتاح القاعة السينمائية بالسعودية. إذن السعودية تشارك ب9 أفلام قصيرة كمشاركة رمزية لانفتاح على السينما العالمية، يعني وهذا حدث يعني في حد ذاته. طبعا السينما العربية عرفت نوع من التكريم على مدى السنوات في مهرجان كان، أعتقد أنها وصلت قمتها مع الراحل الشاهين. طبعا محسن، هناك مشاركة مهمة للسينما العربية في مهرجان كان، كان هناك في هذه الدورة أعتقد سيكون هناك تكريم للراحل يوسف شاهين، وأيضا يوسف شاهين الذي فاز في مهرجان كان ضمن إحدى النسخ بإحدى جوائز المهرجان. أود أيضا أن أتحدث عن هذه المشاركة العربية، المشاركة العربية مهمة جدا في مهرجان كان بالنسبة للمخرجين أساسا الذين يعني يأخذون هذه الفرصة، هذه المناسبة من أجل تطوير السينما العربية بشكل أساسي، وهناك بسينما عالمية، أكيد بالسينما العالمية الجديد الوارد في السينما العالمية، تقنيات الإخراج، تقنيات التصوير، أيضا النصوص، كتابة النصوص، كل شيء يعني يكون مهما بالنسبة لهذه المحطة. وهناك أيضا الجانب الذي تحدثت عنه كلثوم عن الأزياء، يعني مهرجان كان هو فرصة لمتابعي آخر صيحات الموضة بالنسبة للمهرجان، يعني هناك متابعة واسعة لما يرتديه أو ترتديه نجمات يعني من مختلف البلدان، يعني وتكون هذه فرصة لاقتناء ربما بذل مشابهة أو مماثلة بالنسبة للمهتمين بالموضة. هل هذا أبرز ما في المهرجان سحر؟ أكيد هذا المهرجان كما عهدناه
يمتاز بتنوع وزخم كبير من حيث أنواع الأفلام المعروضة وتنوعها. هناك قصص حديثة أخرى قديمة، هناك أيضا عالم المجرات والفضاء، يعني كل شخص يجد ما يتوق له وما يبحث عنه من إثارة وتشويق. هناك أفلام متنافسة، المسابقة الرسمية، هناك فيلم الحرب الباردة، هذا الفيلم هو من إنتاج فرنسي بريطاني وبولندي، يحكي يروي قصة حب نشأت في أوروبا بين شخصين من إيديولوجيات مختلفة وثقافية أيضا مختلفة تماما إبان فترة الحرب الباردة. نعم. هناك أيضا فيلم وثائقي حول سيرة ذاتية لبابا الفاتيكان، هناك أيضا قصة فنية تروي قصة الممثلة الأمريكية ويتني هيوستن، هناك أيضا العديد من الأفلام وأيضا فيلم سولو الذي وهو من آخر سلسلة أفلام الحرب النجوم، وأفلام أخرى رومانسية علمية متنوعة. وكما ذكرني زميلنا محمد عدة رئيس تحرير هذه النشرة، فالمهرجان يبتعد تماما عن الجانب التجاري أو الطبع التجاري لكي يضع في الصدارة أفلام المؤلفين التي تكون دائما لديها مواضيع هامة وعمق سينمائي وكذلك في ما يتعلق بالمحتوى. نشكركم جميعا، نشكركم على مساهمتكم في هذه الفقرة الصباحية. شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا مشاهدي الكرام، نلقاكم لاحقا، دمتم في رعاية الله.